إذن بشأن أزمة المياه في العراق وتداعياتها، ينضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري. دكتور نظير، مرحبا بكم. يعني لنبدأ من اعتراف وزير الموارد المائية، يقول إن العراق يشهد ما وصفه بتضاؤل في موضوع تدفقات المياه. دكتور نظير، إذا كان الوزير قد خفف من توصيفه، فما حقيقة الموقف المائي للعراق؟ الحقيقة الموقف المائي سلبي مع الأسف. نعم. الخطة الزراعية وزارة الموارد المائية قلصتها إلى 50% نتيجة انخفاض واردات مياه نهري دجلة والفرات. والشغلة هذه معروفة وتكلمنا عنها في كثير من المناسبات. نعم. نتيجة الأعمال الإرواعية أو المشاريع الإرواعية في تركيا وإيران وتحويل إيران لقسم من الانهار اللي تصب او فروع خلينا نقول نهر دجله دياله اخيرا، وقبلها الكارون والكرخه، وايضا الوديان الجانبيه اللي تجي كانت تجيب بحدود 7 إلى 10 بليون متر مكعب من المياه الى العراق، كلها تحولت داخل ايران. فهذه كلها اسباب انخفاض واردات او تصاريف مياه نهري دجله والفرات وروافدهم. إذن دكتور، هي الأزمة تسببها إيران في الدرجة الأولى، ولكن يعني ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينير بلاسخارت يعني حذرت من التحديات التي تنتظر العراق جراء نقص المياه. برأيكم إلى أي مدى تظهر حقيقة سياسات الحكومة المائية في مثل هذا التصريح الأممي دكتور؟ الحقيقة سواء هذه السيدة اللي تكلمت، وهناك كثير من المنظمات الدولية حذرت من هذه المشكلة. يعني عدد من التقارير صدرت من البنك الدولي، اليونيسيف، وحتى الأمريكان أيضا صدروا قسم من هذه التقارير. يعني يقولون 11 دولة من دول العالم ومن ضمنها العراق ستعاني بشكل كبير من شحة المياه بحلول عام 2030. وهذا راح يأثر على مختلف نواحي الحياة في هذه الدول مع الأسف. أحد التقارير يقول 2 مليون من أطفال العراق مع عوائلهم سيعانون بشدة كبيرة من نقص المياه بحلول عام 2030. تقرير آخر يقول 7 ملايين من سكان نهر الفرات سيعانون من شحة المياه بحدود سنة 2030. يعني كل هاي التقارير مع الأسف سلبية وتحذر من شحة المياه. فلذلك يجب أن تتخذ الحكومة العراقية إجراءات فورية ومستعجلة لمعالجة هذه المشكلة. طيب دكتور، هل ترى أن الحكومة الحالية لديها من الخطط ما يمكنها من إخراج البلاد من هذه الأزمة وتحدياتها، تعتقد ذلك؟ ما أعتقد، لأنه الاستراتيجية الموجودة لإدارة الموارد المائية لم تأخذ بنظر الاعتبار هذه المشاكل ولا المشاكل المتوقعة مستقبلا. فلذلك الاستراتيجية يجب أن تتغير بشكل جذري كامل. لأنه أبسط شيء مثلا طرق الري هذه المستخدمة حاليا فواقدها المائية بحدود 70%، فهذه الطرق يجب أن تتغير بشكل رئيسي. اثنين، يجب أن نعتمد على مصادر غير تقليدية، وهذه ما موجودة في الخطة. يعني المصادر غير التقليدية هي تنقية المياه العادمة وإعادة استخدامها للأغراض الزراعية، طرق الحصاد المائي، تحلية المياه مثلا الثرثار والدملج وغيرها من المسطحات المائية اللي الملوحة فيها تكون كبيرة، ممكن تحليتها وإعادة استخدامها للأغراض المختلفة. الطرق قنوات الري يجب أن تكون مبطنة ومغطاة حتى الفواقد المائية تكون قليلة. هذه كلها ما موجودة بالاستراتيجية الحالية. ولكن دكتور، يعني موضوع تحلية المياه، هل سيكلف الحكومة القادمة، يعني سيكلفها الكثير
دكتور؟ ما اعتقد، لانه احنا اذا اعتمدنا على الطاقه الشمسيه او الالواح الشمسيه، نعم الشمس في العراق موجوده في وفره ولفترات يعني ممتازه جدا، فلذلك من الممكن ان نستخدمها. هاي الاردن جارتنا تستخدم هذه التقنيه في كثير من المواقع في الاردن، فاحنا نقدر نستخدم نفس الشيء وبكلفه بسيطه جدا. من ستوكهولم الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري، شكرا جزيلا لكم.